نحن مستعدون ونعلنها أمامكم بأننا جاهزون لبناء مستقبل الجزائر أولاً بتحمل الآباء والمخاطر قبل المناصب. الجزائر تسير نحو خطى جديدة ضمن رؤية واعدة للجزائر الجديدة، هذا ما صرح به رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة خلال خطابه بالمؤتمر الثاني للحركة أمام حضور قوي للمناضلين ورؤساء الأحزاب والنقابات وضيوف من العيار الثقيل ممثلين لعدة دول، حيث أشاد بتلاحم الشعب مع جيشه مبينا الدور المحوري لجيشنا الشعبي الوطني للخروج بالحراك المبارك إلى بر الأمان، وأشار بأن الوقت قد حان بالنسبة لنا جميعا كي ندرك بأن التحديات الكبيرة والتحولات الكثيرة الحاصلة اليوم في العالم، ثم يجب علينا التعاون والتضامن حتى تكون جبهتنا الداخلية صلبة، وأن نكون داعمين لدبلوماسيتنا النشطة لتكون فاعلة ومؤثرة، ولتكون نخبنا يقظة ومجندة تصنع الأفكار وتقود المبادرات، ولتكون أحزابنا متصدرة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها تتنافس على خدمة المواطن، وليكون اقتصادنا منتجا ومتنوعا ومحيطنا مستقرا وآمنا، ولتكون أحزابنا متصدرة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها تتنافس على خدمة المواطن. كما أكد بن قرينة أن حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده بلادنا رغم كل ما يحوط بها من تعقيدات إقليمية وتحديات اقتصادية وأمنية إنما هو ثمرة من ثمار الخيار الدستوري الذي استرجعنا به الجمهورية وجنب الوطن مخاطر المرحلة الانتقالية المهددة لهوية الأمة الجزائرية وسياستها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.